بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، لازلنا مستمرين مع حضراتكم واصفين ما يدور من منافسات وتحديات جميلة على أرضية ميدان الشحانية. شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقته في هذا المسار الجميل وفي هذا التحدي المميز والرائع على ميدان الشحانية في منافسات السباق المحلي السابع. ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط السابع عشر من أشواطنا في هذه الفترة الصباحية مع شعارات أبناء القبائل. نسير مع تحديات الأصايل ونتابع هذا الشوط مع هذه الإثارة الحاضرة وتحديات الإبكار. مقدمة الشوط نعلن الصدارة، نعلن البداية الأولى. المقدمة هناك مع غارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني. المنطلق مع مقدمة الشوط مع غارة اللي أخذت المركز الأول ودشنت الإذاعة في مسار هذا الشوط، بينما على المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم من غاية لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور الذي يقدم غاية على المركز الثاني وفي المركز الثالث في ثالث المراكز. وتابع وصول في هذه اللحظات من الدانة القادمة على المركز الثالث لفهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله الذي يقدم لنا تحدياته مع الدانة وخذت المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الجميلة تصل بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين القادمة على المركز الرابع وفي المركز الخامس. هذه الغزيل المتقدمة في هذه اللحظات خالد بن سعيد بن محمد الفيدة المري الذي يقدم الغزيل على المركز الخامس في هذه اللحظات. هذا هو النداء الأول مشاهدينا الأعزاء للخمس الشعارات المتقدمة والخمس الأسماء المندفعة، ولكن هناك أعداد مشاركة خلف دائرة النداء تابعها هناك على الكادر السفلي في هذه اللقطة الجميلة من قناة الريان بمتابعة مخرجنا ابن خزينة اللي تابع هذا الانطلاق الجميل على ميدان الشحانية. ما شاء الله، شوف هذه الانطلاقات الصباحية المميزة مع سن اللقايا مع شعارات أبناء القبائل. منافسات هنا وتحديات كبيرة نتابعها في هذه الانطلاقات الصباحية على ميدان الشحانية. وين البداية؟ شعار الشهواني لا زال سيد الموقف مع تحديات القمة من خلال انطلاقة غارة في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة الأولى. العدم الكيت لراشد بن مبارك بن حمد الشهواني الذي يقدم لنا تحديات غارة في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة والقمة، بينما على المركز الثاني تحمل الرقم 40، يعني الأعداد كبيرة في هذا الشوط. غاية في المركز الثاني فهيد بن جار الله بن سالم المكسور وشعار المكسور الذي بدأ يسرع في هذه اللحظات مع غاية على المركز الثاني يبغي الناموس والانتصار في المركز الثالث. أتابع التقدم في هذه اللحظات من ميمنة الميدان، تابع الوصول والتقدم مشاهدينا الأعزاء. أو هذه عركة اللي وصلت مشاهدينا الأعزاء لعبد الله بن راشد بن عبد الله بن مبخوت اللي خذت المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذا الأداء الجميل والانطلاق المميز. المركز الرابع، الرابعة، يا سلام يا سلام، وصول من جميل منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين القادم بتحدياته بانطلاقاته. وفي المركز الخامس، خامس المراكز، أتابع في هذه اللحظات انطلاق من الغزيل، الغزيل مشاهدينا الاعزاء القادمه بقوه لخالد بن سعيد بن محمد الفيدة المري. يا سلام، بدات الاثاره، يلا يا بني يحيى، جماهير الشعار ومحبينه يتابعونك على ارضيه الميدان وعبر قناه الريان. شوف هذا السيل الجارف، وصلت الاسماء، بدات الاثاره، بدات السرعه، بدا التحدي على ارضيه الميدان. ساعه الجد هنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن الشهواني لا زال يقود الأسماء مع تحديات البداية مع انطلاقة غارة في مقدمة الشوط صاحبة أول ندى، ولا زالت على القمة، لا زالت على الصدارة على البداية الأولى. العدم الكيت لراشد بن مبارك بن حمد الشهواني، ولكن صايد الرموز يضغط بشدة مع تحديات المركز الثاني 1200 عن خط النهاية. ياهو تحدي مع هذا الشوط. هنا نتابع جميلة في المركز الثاني منصور بن محمد بن منصور
آل سيف الخيارين على المركز الثاني، عركة في المركز الثالث عبد الله بن راشد بن عبد الله بن مبخوت من يتابع لنا. ثالث المراكز في المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات موارد لمحمد بن بخيت بن حميد بن برقان القادمة، وفي المركز الخامس أتابع الوصول في هذه اللحظات من غاية فهيد بن جرالة بن سالم المكسور، ولكن عودة مع مقدمة الشوط، عودة مع المركز الأول مع الصدارة مع المقدمة مع مقدمة الشوط مع هذا التحدي الجميل، جميلة 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 في الأداء الممتاز، جميلة في الشكل، جميلة في الأداء، جميلة في الحضور. الله يا صايد الرموز مع تحديات البداية، السلامات إلى العوين. الله الله الله، العصا في الأبطان، دفع ذاتي وأداء تلقائي بأريحية تامة تنهي هذه المهمة. هذه جميلة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يقدم لنا هذا الأداء الجميل مع جميلة، وهذه لحظة التعليمات والأوامر. نتابع جميلة انطلقت نحو خط النهاية، انطلقت نحو خط النهاية، نحو الفوز، نحو الانتصار. مشكور يا الخيارين، سلام 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 إلى صايد الرموز، سلام وسلامنا إلى أبناء العوينة. هذا الانتصار الصباحي من هنا من ميدان الشحان، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين يقدم جميلة في هذا الشوط في الأداء الأجمل. تهانينا والناموس، وأسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت عركة مشاهدين الأعزاء عبد الله بن راشد بن عبد الله بن مبخوت. المركز الثالث شعار بن برقان اللي وصل مع موارد محمد بن بخيت بن برقان. المركز الرابع، المركز الرابع من وصلت غاية لفهيد بن جار الله بن سالم المكسور. المركز الخامس، المركز الخامس غارة لراشد بن مبارك بن حمد الشهواني. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة مع الجميلة ولحظاتها الجميلة في اللقطات البطيئة. نتابع هذا القدوم من جميلة مشاهدينا الأعزاء، لحظة الفوز والانتصار، ملخص شوطنا الماضي. نتابع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، 7:37، 54 جزء من الثانية، توقيت جميلة من 5 كيلومتر. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين على فوز جميلة بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز 7:41، 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن راشد بن عبد الله بن مبخوت من قرح على فوز عركة بالمركز الثاني، بينما ثالث المراكز من وصلت موارد في 7:42، 72 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن بخيت بن حميدي بن برقان على فوز موارد بالمركز الثالث.